السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نحاول نعطيكم واحد الكلاص للأطفال ديالكم، رائع بمعنى الكلمة. غادي يكون فيه الكو ديال لورانج، وغادي تصوب بطريقة جميلة أننا غادي نخلطوا ما بين السوربي ويعني والكلاص. هنا غادي ندخلوا جوج سميتو نجمعوهم وغادي يعطينا كلاص رائع بإذن الله. بالنسبة للمقادير ديالنا، عندنا تقريبا واحد 800 غرام ديال الحليب، واحد 3 ديال البيضات مجموعين، عندنا هنا واحد 120 غرام ديال الشوكولا. هنا في عوض نديرو السكر، ما درناش السكر، درنا الشوكولا بيضة باش نعطيه واحد الرطوبة زوينة في هذا الكلاص ديالنا اللي غادي يكون السبب ديالها هو الشوكولا. عندنا واحد معلقة عامرة صغيرة ديال السنيدة الحامضة يعني لاسيد سيتريك، عندنا لاروم ديال لورانج، وعندنا شوية ديال الميزين. يعني طريقة بسيطة أننا غادي ناخدو حليب نديرو فيه البيض، ها هو، ونديرو فيه السنيدة الحامضة. الحليب، بالنسبة للحليب، راه حليب معقم، ماشي حليب كوتيديان. حليب كوتيديان مجرد أنني نخوي هذيك السنيدة كلشي هادشي غادي يرجع حبيبات. غادي ناخذ لاروم ديال لورانج، ندير واحد كميه لا باس بها، يعني نصف ملعقه تقريبا، نصف ملعقه ديال الكو ديال لورانج. غادي ناخذ هذا الخلط جميع، غادي نغسلو على واحد اللون، يعني اللون الجود، اللون ديال لورانج، ولورانج كنشمو من دروك، عاطيني مزيان. غادي ناخذ الشوكولا ديالنا نخويها هنا، ونخوي لا مايزينا ديالنا ايضا، مايزينا 60 غرام، 60 غرام هي اللي غادي تجمع لينا هذا الشيء. ملي غادي برد غادي تعاون الشوكولا انه تجمع، الشوكولا غادي تعاون لانها هي ملي كتبرد كتجمع، ونديرو فوق العافيه. هذه هي الطريقه البسيطه غتوجدوه في واحد 10 دقائق 15 دقيقه يكون موجود، وان شاء الله تدخلوه الثلاجه ديالكم وتبيتوه في الثلاجه او في الكونجيلاتور الغد اللي عطيوه مع المعلقه ديالو باش ياكلوه بالمعلقه. دوك اللي كيسيت، هاد اللي كيسيت اللي كيتبعوا بحال هكا وكيبقاو ديما، هادوك تغسلوهم بالماء سخون كيرجعوا يبقاو لكم عدة سنوات. سمير عندنا الشوكولا، راه كنعرفو كتحرك، الا جاب الله ما كنحركوش تجمع. هادي ما كنخليوهاش تجمع بزاف، هادي نحيدها دروك، انا خصنا نخويها وهي الكيد دوك سميتو ديالها. ها خصها تخوى ما تكونش مجمعة بزاف. انا خويا هاد الكيسان كنعمروهم هاد الكيسان على هاد الشكل ان شاء الله. اللي هو كيجي بلاص رائع لوليداتنا. خرج لنا 9 ديال البياسات، هذا اللي هو بحال شكل الكلاص في الكو ديال لورانج. بالنسبة للكلاص ديالنا نديوه للثلاجة ونخليوه الغد ليه إن شاء الله، نديرو معلقات ونصربيوه مع الوليداتنا. نتمنى لكم إن شاء الله تنجحوا في هذه العملية، لأن راه كيجي سامبل وكيجي يمكن لكم تصوبوه بسهولة وبيسر. هذا دروكا تصوبوه دخلوه الثلاجة ديالكم واحد ساعة إلا روب، تالت ساعة ونص هكاك غادي يكون بارد ويتكال. هذه هي الكريمة ديالنا، غادي نطلعوها إن شاء الله. هنا عندنا الديسير ديالنا اللي صوبنا لكم، الكلاص اللي قلنا لكم، الكريمة الإنجليزية بطريقة مختلفة تماما. نطلعوا هذه الكريم ديالنا باش نزوقوا بها إن شاء الله. الكريمة ديالنا ها هي طلعناها كما كتشوفوا فيها. غادي ناخذ واحد الفرش ان شاء الله
غادي نجمعوا الكريمه ديالنا هكا، وغادي نجيبوها ان شاء الله نديروها فوق الديسير ديالنا بحال هكا، نديرو ورده بهذه الطريقه زوينه، ورده صغيره هانتوما شفتو. الا شط لكم الكريمه دوزوها، ما تحطوهاش، من الاحسن تضيفوها فوق الورده ديالكم هكا. هنا غادي ناخذ واحد شويه ديال الكراميل نديروها، غير شويه ماشي بزاف، ما ديروش بزاف. بهذه الطريقه وصافي، هذا هو التزيين ديالها وتكال بالمعلقه. سيتينغ يعني الشكل ديال لاكلاص، كتجي رائعه وكتجي زوينه. نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.